الخير والشر جوايا ومين غالب ومين مغلوب ومين عاشق ما شالش ذنوب ومين غالب ومين مغلوب ومين عاشق ما شالش ذنوب يا مرايا مرايا ده مهما اداري فينا عيوب ومهما نخاف تحت التوب في حقيقة عايشة ويايا الخير والشر جوايا يا مرايا دنيا مرايا ما قتل هابيل كم البشر ضلوا السبيل من يوم أبيل ما قتل هابيل كم البشر ضلوا السبيل صرخوا الندم على حال عدم صرخوا الندم على حال عدم بس الإيمان مش مستحيل مش مستحيل تحطم خطايا والخير معايا بيقول لي توب سكة هدايا تحطم خطايا والخير معايا بيقول لي توب ومين غالب ومين مغلوب ومين عاشق ما شالش ذنوب ومين غالب ومين مغلوب ومين عاشق ما شالش ومهما اداري فينا عيوب ومهما نخبي تحت الطوب دي حقيقة عايشة ويايا الخير والشر جوايا يا مرايا يا مرايا يا مرايا يا مرايا يا مرايا يا مرايا من امتى الدغيدي بتعمل له حساب يا شوقي؟ والله انا قلت اللي عندي. بس كلامك ده بتفترض فيه ان بابا مش راجع الشركه. لا سمح الله. ولا انا موجود فيها. يا هاني انت على عيني وراسي بس لازم دلوقتي يبقى معاك توكيل. توكيل؟ ما بابا كلم بالتوكيل فعلا. ايوه بس ما اتمضاش لغايه دلوقتي مع ان ورقه وجاهز. برضه راجع تتكلم يا شوقي وكان بابا مش راجع. اعوذ بالله. انا بس بتكلم عن الظرف اللي احنا فيه واللي ممكن يتكرر. يعني تضيع ولفات علشان بابا ما سابلكش توكيل تمشي بيه احوال الشركه لغايه ما يرجع. زيزي هاني يا فندم. زيزي ايه اللي جابك؟ بص بقى انا اعصابي اتحرقت مش قادره استحمل اكتر من كده، جاي اتصل بالدولي بنفسي. انا مش طمنتك يا زيزي. معقوله الكلام ده؟ معقوله اللي بيحصل؟ لا بقى ده لعب عيال. لعب عيال اني قلقانه على بابا؟ وعيد ميلاده بكره؟ نسيت دي كمان يا هاني؟ زيزي يا حبيبتي انا عايزك تطمني خالص وما تقلقيش وان شاء الله هنحتفل بيه كلنا مع بعض وكل حاجه هتبقى عادي. اه فعلا يا انسه زيزي هو كان موصينا على حاجات وزمانها وصلت البيت دلوقتي. لا يا شوقي من غير بابا لا. عبيد السواعي عايز يقابل سعادتك. هو ظهر؟ خليه يدخل. وكان فين دراخ؟ ده مؤاخذة ساعة البيت. ايه يا ابني؟ انت كنت فين؟ لا ابدا بس الست بتاعتي كانت تعبانه شويه. طب فوت قول يا استاذ ادينا التليفون يا سي عبيد. انت عارف ان مفيش حد في البيت بيعرف يسوق. قمت سيبهم كده؟ متاسف سعاده البيه. طب خلاص خلاص روح انت دلوقتي طلع العربيه من المحطه وخليك جاهز. ولا اسمع استنى لما توصل زيزي هاني بعربيه من عربيات الشركه دلوقتي. بس انا يا فندم ماشي. ماشي يعني ايه ماشي؟ اصل انا جالي عقد النهارده في الخليج يا سعاده البيه. نعم خليج. اه طب خلاص شاوي تبقى تدي له بقيه حسابه ومشيه. طب اتفضل يا استاذ استناني بره. حاضر سعاده البيه. استنى يا عبيد. نعم يا ست هاني. أم سيد الطباخة بتاعتنا كانت فاتت تسأل عليك لما اتأخرت كده من غير سبب.
وهي رايحة لك قابلت مراتك في الشارع، ما كانتش عيانة على حاجة. بأمارة ما كنت مسافر من 3 أيام اسكندرية. لا ازاي يا ست هاني؟ مراتي كانت عيانة خالص. أم سيد بس ما خدتش بالها. لا ثم أنا كنت في اسكندرية بشوف أختي قبل ما أسافر الخليج. خلاص خلاص روح أنت دلوقتي يا عبيد. حاضر يا سعادة البيت. زيزي يلا نرجع البيت مع بعض. لا انا مش همشي قبل ما اتصل بكل الارقام اللي ممكن يكون فيها بره. خلاص يا ستي شوقي خلي حد يتصل بكل الارقام الخاصه بيه بره. ماشي هتصل بنفسي. استاذ شوقي هو عبيد قال ان جاله شغل في الخليج النهارده؟ ايوه. في ايه تاني يا ست زيزي؟ عبيد بيقول ان جاله شغل النهارده في الخليج ومع ذلك كان مسافر اسكندرية عشان يشوف أخته قبل ما يروح الخليج، مش كده؟ أنا عايز أعرف يا ست زيزي أنت عايزة إيه من السواق ده كمان؟ هو يعني لما يقول جاله شغل في الخليج النهاردة يبقى فعلا لسه جايله؟ يا لسه زيزي أنا بس عايز أسأل سؤال، أنت قلقانة ليه بس من ناحية السواق عبيد ده؟ عبيد بيقول ما وصلش بابا وإن في ناس هما اللي وصلوا المطار، والكلام ده أساسا أنا مش مقتنعة بيه. بس فعلا ده اللي حصل؟ إيه؟ لازم هو برضه اللي قال لك. هو اللي قال لي وبعدين بواب الشركة أكد كلامه. المشكلة مش في الألغاز البوليسية بتاعتك دي. المسألة إن بابا سافر فعلا وفي مشاكل في الشغل لازم نحلها. وتفضلي بقى اتصلي بالتليفون فورا يا إما نمشي حالا، لأن بصراحة أنا جعان وتعبان جدا. يلا يا جماعه ايه ده يلا بقى. يلا ايه عامل لنا ايه؟ عامل لكم تورلي بقى هتاكلوا صوابعكم وراها. تورلي يلا. انا اموت في التورلي. انا اول مره على فكره اطبخ. وانت غريب لازم تتعلم الطبيخ انت كمان. انا متهيألي اعرف اطبخ. ايه ده صحيح؟ متهيألي بجد. شوف بقى التورلي ده بقى. ها ايه عاوز كمان؟ ايوه وحش ولا ايه؟ الريحه مال مش عارف ايه. حاول تفتكر. متهيألي زي ما اكون مرتاح لها كده. مرتاح لها كويس يبقى بتفكرك بحاجه. ايه هي؟ مش عارف انما زي ما اكون قعدت مع حد قريب مني وكلت معاه الاكله دي. بس بس خلاص انا عرفت. يمكن أمك؟ أمي؟ جايز. جايز إيه؟ حاول تفتكر. مش فاكر. هو زي ما قال الدكتور وإحنا قاعدين جنبه في المستشفى 3 أيام. 3 أيام؟ أيوة. الدكتور قال هيفتكر البعيد، البعيد قوي وهو صغير. وكل التورلي بقى بتاع سيف وانت مش هتفتكر اي حاجه بعدها. كده اه. طيب يا سيدي اولا ده تورلي عمرك ما اكلته في حياتك. قول لي بقى بطل اوانت، قول لي رايك في مشروعنا مع ست انوار. والله مش عارف اذا كانت ست انوار هتقدر تنفذ ولا لا. يعني تنفذ وحدود اللي معاه؟ لا مش شرط. هو ايه اللي مش شرط؟ يعني مش شرط يكون معاها الامكانيات كلها. ممكن حد يشارك بالمكن او يبيع لها بالتقسيط مع الارباح. كويس قوي. بكره الصبح ان شاء الله ننزل مصر سوا ونروح لواحد صاحبي مهندس عنده توكيلات بتاعت مكن نشوف يقدر يساعدنا بايه. غريبه. وايه الغريب؟ انت يا سيف اللي بتتكلم عن السوق. لا ما هو مش سيف القديم هو اللي بيتكلم دلوقتي يا دكتور حسن. الله هو في سيف قديم وفي سيف جديد؟ بس انا بقى حسن وما تدخلونيش في تفاصيل الموضوع ده عشان ما تجيليش تلبك معوي اكتر من انا دلوقتي. انت خايف من ايه يا دكتور؟ والله مش عارف. خايف الست انوار تتورط في حاجه هي مش قدها لمجرد انها تجاملكم. لا اذا كانتش انوار تستفيد من المشروع ده مش ممكن تنفذ. وتضمنها ازاي يا غريب باشا؟ حضرتك قاعد تتكلم كده بالسليقه ولا عندك خبره ولا ليك علاقه باي حد.
ولا عدم المؤاخذة يعني هتنزل بركاتك تسند القعدة؟ أنا سيدي لا عندي بركات ولا عندي حاجة خالص، بس حاسس إن ده ممكن يتنفس. خلاص ما دام أنت حاسس إنه ممكن يتنفس يا غريب أنا معاك للآخر. طب كويس أوي أوي أوي. ممكن بقى أسأل عن اللي يخصني؟ إيه تصورات حضرات سعادتكم بالنسبة لمصدر الألبان؟ حضرات المواشي يعني. فعلا كده للي يخصك، حضرات المواشي. أيوة. تقالي ده محتاج تغيير برضه. بس انتوا نسيتوا حاجة صغيرة قوي. نعمان المكاري. مظبوط. لو اللي بيقوله غريب عن نعمان المكاري وعن مشاريعه ده صحيح، تفتكروا بقى هيسيبنا كده ويقف يتفرج؟ لا ما افتكرش. أنا اتعمل فيها كده؟ الواد ده يطردني؟ ومنين؟ من بيت أنوار؟ وقدامها؟ قدام عينيها؟ وهي فرحانة ومبسوطة وراها سند وراها راجل والآخرين ورايا، مش كده؟ ولا يهمك يا سعادة البيه، أنا أخلي لك عليها وطيها، أخلي لك معمل أنوار ده على الأرض. قلت إيه؟ قلتش حاجة يا أخي. وأنت هتعمل إيه؟ ده كلب ولا يسوى يهزقك قدام المحافظ؟ ده أنا هقطعه تقطيع، ده أنا هاكله أكل. خلاص يا اخوانا، ان شاء الله نهايتي على ايديكم مش على ايدين الناس اعدائي ان شاء الله. يا ريت يا بيه تأثر الكلام واستدار، اهلها مش رايدينك ولا حابينك. ايه ده؟ ايه ده؟ نزل ايدك. الكلام اللي انا سمعته في الخص مش من مصلحتك انه يتقال قدام الناس. ايه يا عم سيد وكل ده بيحصل ليه؟ عشان ده؟ لا غريب مالوش شأن اللي بيني وبينك. عشان كده بتطرديني من بيتك، سايباه يطردني مش كده؟ ده اللي بتاع اللي احنا عمالين نتفرج عليه ده، هو البيه مش جايب الفيديو عشاننا زي ما عمل الشركه عشاننا برضه؟ صحيح، مالكش حق تركنوا الركله دي كلها يا مرقوق. الله، اللي عايز يتفرج على الفيديو يجيب شريط، ثم اني لو هنزل الفيديو ده بتاعكم شغلوه بمعرفتكم بقى. وسع جدع علي وزه جاب شريط اخر لزه. صحيح يلا علي وزه جد؟ جبت هذا الشريط ده منين يا؟ جبته منين؟ جبته من مصدر موثوق بيه. يلا بقى برقوها بقى شغل لنا الفيديو بقى. جبته من الباب، دفعت الراجل كرامي خد مني 4 جنيه، جنيه ايجار الشريط و3 جنيه الفرج عليه. يلا بقى شغله بقى. انا شغال، انا عارف شغال كويس قوي. انا اتفرجت على الراجل لما عمل لي 5 افلام قدام مني كده وبقيت فاهم شرايط لبلب انا. يلا بقى يا اخي ما ترغيش بقى، يلا شغل. بس اقعد بقى. اقعد بقى. فيلم كويس ده يا علي. مية يلا بقى يا جدع بقى خلصني. اصله ليه علبه، ليه علبه؟ تحب تتفرجوا على العلبه الاول ولا على الشريط؟ على الشريط يا عيل. اخلص بقى يا اخي. الله خلاص خلاص خرجنا اهو. لا لا مالك في ايه؟ اشتغل عند الراجل. ما طب شوف لنا صابونه كده من جوه. ايه طب ما يلا حاسب هتكسره يا ولا حاسب هتكسر الشريط والفيديو. يا برقوع هيكسر الفيديو يا برقوع. ما يكسروا ولا ينيلوا. الله، انا قلت الفيديو ده مش بتاعي، ده بتاعكم شغلوه بمعرفتكم بقى. سيب يادي عالي الفيديو هات. الشريط مش بتاعه. الله، ايه ده؟ يعني ايه الشريط مش بتاعه دي بقى؟ يعني ادي انت كل جهاز وليه شريط شكل. الله، يعني الراجل ضحك عليا بقى وخد مني فلوس عوانت. لا ما تضحكش عليك ولا حاجه، انت اللي كان لازم تقول له ماركه الجهاز. يا
كان لازم تقول له شريط كبير شريط صغير يعني بعد كل المشوار ده. طب ايه رايك بقى انا هتفرج عليه وانا واقف هنا كده؟ انما صحيح يا برقوق، هو الاستاذ هيجي النهارده؟ انا ما اعرفش استاذ مين عيد. الاستاذ عباس ابن خالف، اصلا انا سمعت ابوه بيقول انه هيروح يجيبه من المطار الليله. بس ابن خالف وده يطلع شكله ايه ده؟ لا اصل المؤاخذه انت ما تعرفوش، عشان انت قبل ما يسافر ما كنتش لسه جيت البلد. ها بس انا حضرت يا معلم، انا عارف شكله، حتى بالاماره كده شكله ملزق وعامل زي رجل الترابيزه. وبعدين بقى عيب يا علي، عيب يا علي كده يا اخي، عيب. يا اخويا امسح جوخ، امسح جوخ عشان هيسفرك على حساب نعمان بيه البجاري. ها صحيح انت هتسافر عيد؟ وماله لما يسافر؟ ما بيحب السفر. وليه لا يا اسطى خميس؟ حول ولا قوة الا بالله. طب والمعمل يا ابن الناس؟ ويعني الست هتغلب تلاقي واحد غيري؟ الله. طب وانت ليه كمان ما تسافرش؟ لا انا مش عايز اسافر، انا مبسوط هنا جدا، انا بحب شغلي وبحب الناس والناس بيحبوني، هلاقي ده بره ازاي؟ وبعدين على فرض يعني ان انا فكرت اسافر، مش هيبقى عن طريق واحد نادل زي خالف. طب ما تفرض انك طبيت كده ولا وقعت زي عم راضي ما طاب، هتلاقي تتعالج من ايه؟ ولا هتلاقي واحد زيك كده جدع يودي المستشفى ويجيب؟ الا ده انت بقيت بتقول كلام خلف بالظبط يا عيد. ايه الحكايه؟ انت بتشتغل عنده من دلوقتي خلاص؟ ولا علي ولا هم بسرعه تعالى لي. ايه ايه انت هتعمل لي فيلم فيها كمان؟ ما كفايه فيلم اللي انا جايبه مش نافع. ولا فيلم ولا نيله. إيه؟ يلا يا ولا يلا يا سعيدني، نزل الشرط من العربيه، الاستاذ وصل يا هادي يا معزه. إيه؟ يا وزه مين الاستاذ؟ الاستاذ عباس ابني يا ولا. إيه ابنك؟ إيه هم يا اتفضل. اياميها كان لما يتقال في مسرحيه جديده يعني عيد، مش بس بالنسبة للمسرحيين، لا بالنسبة للمثقفين كلهم، مسرحية جديدة يعني قيمة جديدة بتتولد، كلمة جديدة بتنور حياة الناس وبتضيف إليهم شيء، كلمة يتعمل حسابها عند الناس وعند الحكومة. الله 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 الله، ده كلام كبير ده. أديك رجعت تاني لسيف عبد الحليم يا أستاذ. مش مسألة سيف عبد الحليم يا دكتور، أنا بس بشرح لغريب إحساسي دلوقتي، حاسس إن في مخاض لميلاد حاجة جديدة. والفضل الغريب. لا بقى، الفضل لنعمان المكاري. ها؟ نعمان المكاري؟ طبعا يا دكتور، لولا ما كناش فكرنا في اللي بنفكر فيه. فعلا هو التحدي اللي بيولد رد فعل بنفس القوة. رجعت تاني لسيف عبد الحليم التاني يا أستاذ. دي حقائق موجودة يا دكتور، سواء كنت سيف عبد الحليم الأولاني أو سيف عبد الحليم التاني. أنت ليه عاوز تبرد حماسنا يا دكتور؟ لا دي تهمة أنا مش قدها، ثم دي أفكار لسه ما تحطتش في اختبار حقيقي. مين؟ أنا هدى. دي هدى بنت عم راضي. أهلا يا هدى، تفضل. أنا شفت الدكتور حسن من عندنا، اصل ابويا كان عايزك في موضوع. خير يا هدى؟ يعني لما تفضى تشرفنا. هدى انا كنت عاوز اعتذر لك. انا مش زعلانه من حاجه. لا انا كنت سخيف يوم ما جيتي معاه. المهم حضرتك دلوقتي كويس؟ الحمد لله كويس جدا. انت عارفه غريب طبعا يا هدى. ايوه امال. انا وهو هنشتغل عند ست انوار. تشتغل عند ست انوار؟ لا 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 يقصد معاها، يعني داخلين مشاريع كده. انا كمان الحقيقه كنت عايزه تشوف لي شغل عند اي حد تعرفه في مصر. تشتغلي ليه؟ ما انت شغاله مدرسه في التربيه والتعليم ومدرسه عند الدنيا كمان. ايوه بس انا كنت محتاجه شغل اضافي من الوقت. عشان بابا يعني؟ ايوه دكتور، انت عارف المطلوب. ايوه بس معلوماتي ان الحكومه هتتدخل في الموضوع ده وهتبدا تتحمل جزء كبير من التكاليف. هتبدا؟ الحقيقه انا ما اضمنش كلام من ده، المساله مساله حياه او موت. انت هتشتغلي معانا ان شاء الله وهنوفر لك مرتب كويس، اوعدك. لا 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 يا غريب، دي لسه افكار، مجرد افكار، ما تعشمهاش بالكذب. لا يا دكتور، في تغيير كبير هيحصل في البلد، في تغيير كبير هيتم،
الصورة ابتدت تتضح قدامي. غريب يا غريب، انت يا لسمك غريب. عاوز ايه يا بنت انت؟ في عسكري هناك عايزه يا استاذ. عسكري؟ يمكن حد من اهلك عارف مكانك. لا يا دكتور، ما وردتش لينا اي اشاره من ساعه ما بعتنا نسال في كل المديريات. امال بعتين لغريب ليه يا حضر الظابط؟ غريب؟ غريب مين؟ احنا بنندهله غريب دلوقتي يا فندم. ويا ترى هو اللي سمى نفسه الاسم ده؟ لا يا فندم، علي وزة هو اللي سماني غريب، يعني عشان ابقى غريب عليهم وعلى نفسي. عليهم وعلى نفسك؟ بس البلاغ بيقول غير كده يا سي غريب. بلاغ؟ بلاغ ايه يا حضر الظابط؟ بلاغ لمديرية امن الجيزة وتحاول علينا، بيقول ان الشخص ده مش فاقد الذاكرة ولا حاجة. ازاي بس يا حضر الظابط؟ اذا كانت كل حاجة كانت على يدك. مظبوط، من ساعة ما لقيناه لحد ما خرج من المستشفى. وتقرير المستشفى سيادتك معاك صورة منه. كل ده البلاغ ما اغفلوش. اللي بلغ عارف ده كله كويس وبيعتبر ان ده ضده مش معاه. اللي حصل خلاف داخل عصابة. عصابة ايه وبلاغ ايه؟ انا مش فاهم حاجة. عايز تفهم فعلا؟ ايوه، لو حد عارف انا مين قولي. ما قالش انت مين بالتحديد، لكن قال انك مجرم ومطلوب في اكتر من قضية ومتخفي في حكاية فقدان الذاكرة دي بعد المعركة اللي حصلت بينكم. ايه ده حضرة الظابط؟ حضرتك مصدق البلاغ من غير ما تتأكد؟ على الأقل أنا متأكد زيكم إن مش اسمه غريب. طيب ممكن أشوف البلاغ؟ مضمون أنا قلته. ممكن أعرف مين اللي قدمه؟ ما قالش هو مين. طيب إيه المطلوب مني دلوقتي؟ كعب داير. مستحيل. يعني ايه كعب داير يا استاذ سيف؟ يعني تلف كل اقسام الجمهوريه. يلف ازاي وملوش اسم والبلاغ ما حددش اسم؟ البصمات يا دكتور. ايوه بس ده دي قسوه من غير حدود. لتاني مره بني ادم ده يتعرض للمساله دي بدون ما حد يقدر يساعده باي حاجه. المره الاولانيه يتضرب لحد ما يفقد الذاكره، والمره الثانيه يتهم انه ما فقدهاش. بقول لك يا استاذ، انت شخصيا متاكد انه فقد الذاكره؟ ايه؟ سؤالي واضح وبسيط. والله انا بحتكم لتجربتي معاه. وتقرير المستشفى؟ لا تجربتك معاه ولا تقرير المستشفى يقدر يثبت او ينفي بشكل قاطع انه بيمثل فقدان الذاكره او انه فقد ذاكرته. فعلا عندك حق يا حضرة الظابط، محدش يقدر يتاكد من حكايه فقدان الذاكره دي غير واحد بس، هو انا، وده افظع ما في الامر. يعني ايه يا غريب؟ يعني امري لله، هلف على الاقسام يا حضرة الظابط. ويطبقوا بصماتك على كل المطلوبين يا غريب. بس دي قسوه فوق الحد، عذاب. بقولك يا سيف، يمكن ده يكون خير بالنسبة له. خير ازاي بس يا حسن؟ فعلا ممكن يكون فيه خير. ممكن اقابل حد يعرفني، ممكن يلاقولي بصمات واطلع عضو في عصابة صحيح. ممكن، كل شيء بقى ممكن. ما انا قلت كده من الاول يا ست، محدش صدقني. اخرس يا بنت. واخرس ليه بقى؟ هو انا اللي بعت العسكري ياخده؟ بنت يا نعيم، ولما قلت عليه انه هو سرق كان سرق يا بنت. دي غلطه. لكن دي بقى هتقولي عليها ايه؟ لا 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 لا، انا مش حاسه ان الراجل ده ممكن يكون وحش. يا ست هدى العسكري قال لي ان هم هيدوروا بيه على اسم مصر كلها من قبل البحري ويعرفوا القضايا اللي عليه. معقول؟ يعني هو ما فقدش الذاكره؟ لا بقى، انا مش مصدقه ولا كلمه من الكلام ده يا بنت. يا ست انوار، العسكري قال ان هو مثل علينا عشان البوليس ما تعرفش عليه، ولما دخل المستشفى ولقى البوليس بيحقق معاه احتاس. طب غور يا بنت، غور من قدامي دلوقتي. طيب ايه
يابا خير يا عم الحاج سيد؟ لسه راجعين من نقطة وقابلتوه. وهو معاهم؟ لا هيبات في الاسم. طبعا عشان يرحلوه على اسام الصبح، مش انا قلت؟ صحيح يابا؟ ايوه يا انوار. يعني انت مصدق يابا ان الراجل ده كذاب وكان بيضحك علينا؟ ده طبعا يا بنتي. يعني انت راضي بالظلم ده؟ طب مين بس اللي عمل كده؟ اكيد هم نفسهم اللي اعتدوا عليه قبل كده يا ست انوار، او حد تاني. حد تاني مين يا انوار؟ ابا انت شفت خميس وانت داخل؟ ايوه. انت عايزه خميس في حاجه؟ ايوه عايزه اروح معاه النقطه. نقطه؟ اجي معاك يا ست انوار. نقطتين تروحها دلوقتي؟ ايوه يابا. مش معقوله يكون هو اتسجن بسببي واسيبه كده، لازم اروح اشوفه. يعني ايه بسببك يا انوار؟ شوف انت بقى يابا مين اللي عمل فيه كده، هتعرف ان انا السبب. بس نعيم، نعيمه. نعمين يا ست. روحي بس خلي الاكل في التلاجة. ليه كف الله الشر، انتوا هتتعشوا تاني؟ انت مالك يا بنت انت؟ اسمعي اللي بقولك عليه. اوه اذا كان على الاكل يبقى نبعت خميس بيه. يابا مش حكايه اكل. ما يعني نروح الاسم بساعه واخر زي دي؟ الناس يقولوا علينا ايه؟ انا ممكن اروح معاها يا عم الحاج سيد، وهو نص خميس هيبقى معانا. لا 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 يا هدى، انا هروح لوحدي، خليك انتي عشان اقول لهم هناك كل اللي في نفسي. يعني تروحي بقى للمشاكل يا انوار؟ اسمعي بقى، خروج من هنا مش خارجه. يابا انت لازم تنغص علي حياتي، كفايه اللي انا فيه بقى. روح انت يا هدى دلوقتي. يلا. حاضر حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت التلفزيون ده دلوقتي يا ده علي. هو كان تلفزيون ابو الله الله جريه علي وسه يا جدع. مش انا يا جدع، انا اللي بقول لك انا في التلفزيون دلوقتي. مين مات؟ مين مات؟ حد مات يا رجاله؟ مين؟ اسمع الكلام، وقف في التلفزيون بقول لك. الله طيب اهو. معقوله الكلام ده عيب؟ مش معقول. هو انا يعني جايب حاجه من عندي؟ ما المعمل كله شاف اللي انا شفته، ولسه سامع الدكتور حسن دلوقتي وهو بيكلم الحاج بعد ما رجعوا من النقطه. مجرم يعني غريب مجرم؟ لا ما حدش يقول على غريب مجرم. هو كل شويه سعيد هتجيب لنا حكايه، كل مره يجيب لنا فين، مره سرق الاسويره، مره مجرم. مجرم عشان ناسي اسمه ومكانه وعنوانه. مجرم وهيلف كعب داير في اسام مصر كلها وهو بايت في الاسم دلوقتي. ده لو بات في النقطه انا هتجيلي نقطه. غريب حبيبي. لا حول ولا قوه الا بالله. على ايه ده كله؟ على واحد ضحك علينا. ضحك علينا؟ ايوه ضحك علينا. عمل فيها ناسي اسمه وناسه عشان الحكومه ما تتعرفش عليه. ملعوب ملعوب حلو مش كده؟ ادي علي ولا ايه؟ بس انا ما صدقش برضه ان غريب كده. لا ايوه لا يا علي، وانا فعلا بقى لا مؤاخذه مش داخل دماغي الكلام ده. وانا بقى من ساعه ما شفت الحاج وهو ساحب الراجل ده على المعمل عشان يشغله معانا قلت الراجل ده وراه حدوته وملعوب. ما انا بقى ما يخلش عليا الحركات دي بصراحه. يا عم بطل افترا بقى وحرام عليك. الله شمتان في راجل غريب زي ده. يا اخويا شمتان في راجل غريب زي ده صعبان عليك قوي انت كمان زي الست؟ ما زعلان عشانه حاكم الست؟ زعلان عشانه قوي يا برقوق. ما هي ليها حق تزعل لانها اتهمته ظلم وطلع بريء، وهو بقى من ديك اللحظه وهو بريء لغايه دلوقتي. يا عم ديك اللحظه ايه وفرخه اللحظه ايه بقى؟ ما تسيبنا في حالنا بقى وخلينا نشوف مصالح. الله في سماه ما سيب غريب لوحده ابدا. ده حبيبي يا معلم، غريب حبيبي. انا اللي مسميه، انا اللي مسميه. ما تهمد يا دي علي وخلينا نعرف نتكلم. امال الله ما تهمد انت يعني؟ اشمعنى انت يعني؟ طب انا هروح بقى للباشا اللي كان هنا. مش هو صاحبي؟ مش الباشا كان هنا وانا سلمت عليه قلت له ازيك يا باشا؟ ازيك؟ اشرب شاي اشرب شاي. وسلمت الشاي بايديا. طب انا هروح له بقى. ايه رايكم بقى؟ صحيح يا جدعان، هو مفيش حد ينجد الراجل ده ولا ايه؟ برضه مفيش غير نعمان بيه. لو حب يلحقوا هيلحقوا، ولعلمكم بقى نعمان بما بيحبوش. بتقول ايه؟ وهو يعرفه منين بقى؟ بقول لك ايه، ما توجعش دماغي. انت هتيجي معايا ولا مش هتيجي؟
انا رايح اقابل الاستاذ عباس ابن خلف دلوقتي. هتقابله انت عيد؟ اه صحيح يا رجاله، ده انا نسيت اقول لكم على فكره يا رجاله، اللي عايز يسافر يديني اسمه. انا اتفقت مع خلف والبيه ان انا لما اسامي كل اللي عايزين يسافروا يشتغلوا بره. ماشي يا جدعان؟ ماشي ماشي يا لمام. حسن اديني اي حاجه مهدئه حاسه. بس حاسب حاجه مهدئه. ده اكل قطط وكلاب. ايه مالك؟ ثم انت ما عملتهاش وانت فاسق حداتك جاي تطلبها دلوقتي؟ اللي حصل للراجل ده شيء مستفز. راح اتجنن يا حسن، هتجنن. الله، وانت هتعمل له ايه بس؟ ده اجراء حكومي، لازم نقدر نعمل له حاجه. هو كان بدا يعمل عشان الكل، بدا يحركني انا شخصيا يا حسن. كنا ابتدينا نتكلم عن ميلاد شيء جديد. ليه كل ما نتكلم عن الميلاد يسبقنا الموت؟ ليه يا حسن ليه؟ معقولة يا سيف؟ معقولة هترجع تاني لنفس الإحساس ده؟ لا، لازم أعرف مين اللي وراه، لازم أعرف. أكيد في حد وراه يا حسن، أكيد في حد وراه. مفيش حد. لا، في تاني. صدقت إنه بيكذب علينا وإنه بيمثل؟ مش شرط، الراجل ده فقد ذاكرته، لكن لو تلاحظ يا سيف قوة أعصابه وشخصيته وذكاءه الحاد، أكيد أكيد ده ينتمي لعالم الإجرام. لا يا حسن، لا لا لا، أنا لازم أقف جنبه، لازم أعرف مين اللي وراه. كنت بدأت استسلم لمحنة الضلمة اللي لقيت نفسي فيها. كنت بدأت ادور على شيء اتشبس بيه في مواجهتها واستمر. لفين والامتى ما سألتش. الاول كانت ضلمة، دلوقتي ظهرت غيلان في الضلمة، غيلان انا مش شايفها ولا عارف طالعة منين ولا هما في أي ركن حواليا. كابوس كابوس كابوس. مران، ايه اللي بتهببه ده يا جزمة؟ بتزعق وتصحينا. ناموا ناموا. تقولي يا عار اللي قلتوا تسمعوا؟ ناموا ناموا يا كلاب. القسوة هو ده الشيء الوحيد اللي له معنى دلوقتي. ناموا يا كلاب، مادام بتقدروا تناموا يبقى تستحقوا اللي انتوا فيه. غريب، حضرة الضابط عايزك. يا ست أنوار، أنا ماليش شأن باللي قدم البلاغ ولا ليا إني أتكلم عنه. يا حضرة الضابط، يعني الناس تتاخد كده من الدار للنار على طول؟ يا ست أنوار، كان هنا قبل منك الأستاذ سيف وقال نفس الكلام، وإذا كلام ما منوش فايدة. يعني يا بيه، هو ممكن أي حد يكتب كده بلاغ في أي حد ويترمي الرمية دي؟ بس ده مش أي حد، ده واحد مفيش حاجة معاه تثبت أي شيء عنه. غريب؟ عملوا فيك إيه يا غريب؟ هو مين يا ست اللي عملها فيه؟ سيبك يا بيه دلوقتي مين اللي عملها وقولي. مش هو ده غريب اللي اتنقل من هنا على المستشفى بين الحياة والموت، والمستشفى قالت إن هو فاقد الذاكرة ومش عارف هو مين ومين أهله ومين ناسه؟ يوه يا ست، ما تقدريش تقولي إن الكلام ده حقيقي 100%. يعني إيه يا بيه مش حقيقي؟ يعني إيه؟ وبعدين معاكي يا ست أنوار، ما تتعبيش نفسك. اللي عملها استغل الظرف اللي أنا فيه، ومين عارف يمكن يطلع هو صح وأنا مش عارف. بتقول إيه يا غريب؟ أنا مش عرفني أنا مين
ما يمكن اطلع المجرم اللي بيقول عليه. لا لا مش ممكن، مستحيل تطلع مجرم او راجل راضي ابدا. ده انت الوحيد اللي متغرب، اللي وقفت النعمان المكاري قصاد الخلق كلها، وقفت من غير سند ولا ظهر لمسعور زي ده. عموما لو انا مظلوم في التهمه دي هيبان، لو سمحتي روحي. لا مش قبل ما اقول لحضره الضابط. مين اللي وزع عليك يا غريب؟ هو يا بيه نعمان المكاري، مفيش غيره الدون ده. لو عايزه تقدمي بلاغ في حد قدمي وخلصيني يا ست. هقدم يا بيه، وهجيب لغريب اكبر محامي في البلد. ده غريب هو الوحيد اللي عرى نعمان المكاري قصاد الناحيه كلها، فضحه يا بيه وفضح طمعه. انا هجيب لك اكبر محامي في البلد يا غريب. مالوش لازمه يا ست انوار، صدقيني دي مش هتفهم كده. يعني ايه يا بيه؟ يعني ايه مش هفهم كده يا بيه؟ بس فهمني. تفهمي ان غريب لازم يلف كعب داير، والمحامي بتاعه ما يقدرش يعمل له اي حاجه، لان مفيش معاه ما يثبت هو مين. عشان كده لازم الف الدنيا كلها لاجل ما اعرف انا مين، واعرف معاهم. يا ريت اعرف حتى لو طلعت مجرم. لا لا يا غريب، لو كل الناس في الدنيا دي ناقصه وعايبه انت لا، وهيبان انك راجل وقيمه ومركز. والايام بينا يا غريب. ممكن بقى تسيبي له الاكل وتتفضلي؟ يعني يا بيه ما نقدرش نعمل اي حاجه عشان خاطر غريب؟ صدقيني لو فيه كنت قلت لك. انا نفسي حاسس دلوقتي ان البلاغ ده تلفيق، لكن اعمل ايه؟ شكرا، مع السلامه. انت استمر. مع مفيش حاجة حبيبتي. مجرد ما بابا يرجع ليكي عندي سفرية لندن عشان حكاية الجلة دي. يرجع منين يا هاني؟ من بره إن شاء الله. أبوك مسافرش سويسرا خالص. يعني إيه يا ماما مسافرش سويسرا خالص؟ الناس اتصلوا بيا من سويسرا وسألوا عنه. أيوة بس اللي بيسأل في الشركة. اتصلوا هناك والخط الدولي كان مشغول. ساعة أختك ما كانت عندك. أيوة يا ماما أنا فعلا كنت بتصل بالتليفون زي ما قلت لحضرتك، ومفيش حد رد عليا في نمرة سويسرا. وهم اتصل. وده معناه إيه يا هاني؟ أكيد في لبس في الموضوع. لبس إيه؟ أنت مش قلت إن في ناس شافوه في البنك هناك؟ ده اللي قاله الدغادي. أنا خايفة، في شيء مش طبيعي ابدا في اختفاء ابوكم المره دي. يعني ايه يا ماما؟ يعني ايه يا ماما؟ اهدي يا زيزي. ايوه يا زيزي اهدي خالص، لحسن لو حد شم خبر في السوق بالموضوع دوت. سوق ايه يا ام؟ سوق ايه؟ انا بكلمك على ابوك. الناس قالوا لك انه سافر سويسرا وانهم شافوه هناك، وهو ما راحش خالص. عايز اعرف معناته ايه الكلام ده. خساره يا غريب يا اللي عايش في الضلمه، نفسي انور لك حياتك زي ما بنور اللمبه دي. يا غريب يا غلبان، قال ايه الدنيا دي؟ غريب اللي زي حالاتي قال ايه؟ واللي عايش بيبرطع الندل اللي اسمه خلف. اخ عليك يا دنيا، اخ يا زمان العبر. وعلى عباس بيه ابن خالك
نسي نفسه بقى بيه وراجع من بلاد بره ويتمطع ويديني باريس. جاي من بلاد بلد الدرارات والسمنه الاسترلين. انا هقعد انكد على نفسي ليه؟ مالك انت يا افلام بتاعت ربنا كلها. انا يا لهوي مين الله الرحمن الرحيم مين لا. لا. انا عمك شنشن يا علي. ما تخافش حي والعز جاي حي والعز جاي حي والعز جاي. الراجل البركه انت نورت الخص ولو انه منور من قبل منك. انت كنت فين؟ ده انا بدور عليك. يا سلام كنت عايز اخلي البين عمان يشوفك ولا الباشا الكبير البيت صغير لو كان شافك. يا سلام اسمع يا دي علي واسكت يا ولا علي شوية. لا اسكت ايه، انا ابن بلد وبفهم كويس قوي. انت هنا في خصي برضو، لا هنا يعني كل حاجه تخصني وتخصك. تحب الاول تاكل ولا انت جعان ولا منظرك كده؟ انا لقيت اني اكل كده حبه كده رحت واكلهم شقطتهم. لا وده انت شقطتهم كلهم مطرح ما يسري يدفن. اسمع يا لي علي، انا يا لي علي عايزك تبقى دراع اليمين في البلاد دي. يا عيني وانت دراعك اليمين واجعك وهو في البلاد دي؟ يعني انت ناوي تقعد هنا على طول يا ابا مش هنشن؟ شنشن شنشن يا لي علي شنشن. انا هفضل في البلاد دي حسب المطلوب، هفضل رايح وجاي حسب المطلوب. حلو، انا شفت الفيلم ده مطلوب، مش ده بتاع المشاريب؟ ايوه جاي حسب المطلوب ولا مطلوب حاجه غير كده؟ الخير الخير ومصلحه العباد وكل من يحتاج. عمك شنشن كل من يحتاج. طب بصراحه بقى انا محتاج، بس بجد يعني انا مش محتاج لنفسي، انا محتاج واحد صاحبي. هو محتاج قوي 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 صاحبي ده. مين ده يا واد يا علي؟ حبيبي حبيبي غريب. غريب ده انسان غلبان زحلاتي وما كانش عارف ليه اسمه وما يعمل كده ومش عارف حاجه خالص، وانا اللي سميته كده وكل الناس بتندهر تقول غريب يرد عليهم. ايوه مش هو ده اللي لقوه مرمي وسيح في دمه؟ الله اكبر، ده ولا بتوع السيما، عرفتها ازاي دي؟ اسمع يا ولا يا علي. ايوه يابا مشخشخ. انت بتحب عمك نعمان؟ الله ايه ده يا جدعان؟ انت عارف نعمان بيه كمان ازاي ده كل؟ انا ما اعرفش حد، انا باجي على الخير، باجي على الخير في سكتي والراجل ده كله خير. حي والعز جاي، حي والعز جاي. العز جاي. هلا انا شفت الفيلم ده فين قبل كده؟ ده فيلم اجنبي عارفه انا. لا مؤاخذه في دي الكلمه بقى، انا اصلا عارف الحاجات كلها. انت متى شكلك كده بتاع سيرك من اللي بيمشي على الحبل الرفيع، يا اما منظرك في الاخر تطلع حرام. شكلك حرام. ايه يا لهوي، ايه يا عم انت؟ ايه يابا مشنشن انت؟ يا لهوي انت بتقول ايه يا دي علي؟ لا لا انا ما بقولش، انا انت مش عارف. انا اهبل البلد. الراجل اللي انتوا بتحبوه ده مسمينه غريب، لازم تسميه ابليس. يا خبر ابيض، ابليس ليه؟ هو ده كويس؟ هو انت عايز تخليه زي الشيطان ليه؟ ما هو شيطان وافعاله افعال شيطان. لا لا ما تقولش كده، غريب انا اللي بحبه بقى. ولازم تكرهه. عمى الدب اكرهه ليه بقى؟ عشان لو رجع هيقف في طريق كل الناس في البلد وفي طريقك انت كمان، فاهم يا حمار؟ فاهم يا انت. طب وخلف الضلالي ده؟ خلف؟ انا ما اعرفش خلف. اقعد اهو
ولع نار. الله يا ميس عايز معسل عناية الولع فين؟ خد مين وزع ابويا حبيبي يا ابويا؟ شفت بقى انا جمعتك مع اهلك ازاي؟ ربنا يخليك حبيبه. اذبحوا. هذبح الوزع؟ على وزع يذبح وزع؟ اهلا اهلا يا عباس اتفضل. والله يا سعادة البيت الأستاذ عباس ابني جاي تعبان على الآخر، إنما لما قلت له نعمان به عايزك جه جري من قبل حتى ما يغير هدومه. ما حصلش. عباس عباس أنا جيت عشان لقيته خايف ومش عايزني حتى سيبنا استريح كده أهو، وجيت عشان أشوف مصلحتي ومصلحتك الشغل اللي بينا، مش عشان أشتغل عندك خدامة نعمان بيه. اقعد عباس اقعد. مش هقعد. وبعدين انت عايز ايه بقى من قلة القيمة دي؟ لما المكاري يقول لحد يقعد يقعد على طول. الكلام ده لصبيانك وعصابة المواشي اللي عندك. اخرس يا كلب. لا 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 يا سعادة البيه، ضرب لا ايدك تقيلة اسأل مجرب. لا ده ابني الوحيد، القيمة الوحيدة اللي بقيالي. انتوا عمركم انتوا الاتنين ما هيكون لكم قيمة. طب طب بالعقل بالهداوة بيه علشان يعرف يشتغل معاك. هيشتغل بالهداوة غصب عنه وإلا يموت كده. يابا بتقول لي نعمان بيتغير كده؟ ايه يا صرصار عايز تعمل بني ادم عليا؟ انت راجع بكام يا انت؟ سيبنا امشي الوقت استريح وبعدين ابقى اجيلك بكره. تعالى اسمع عباس، انا عارف انك بتحب الفلوس وتحب تكومها، وعشان كده اللي كسبته كله في الخليج في السنين دي كلها هخليك تكسبه في شهر واحد، بس على شرط. أمره يا بيه أمره. تسمع كلام سيدك. هيسمع يا سعادة البيه، ده عباس كويس، ده بتربي تربية فرنجي. اسكت يابا اسكت. اسكت انت يا خلف اسكت. هو فاهم كل حاجة دلوقتي. انت جيت بس يا عباس، اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك. اهلا 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 بوس. لحظة واحدة دراكولا. افندم. بقولك ايه، خلي احمد يوضب السفره الكبيره اللي جوه. تحت امرك. والله ما قلت لك بلاش الحاجات دي قدام العالم. مالك؟ الله انت نازل فيها تهزيق ليه؟ ما قايل لك لوحدينا الحاجات دي. بتاعي. اهو ده اللي كنت خايف عليك منه يا عباس. عشان كده لازم الف الدنيا كلها لاجل ما اعرفه انا مين واعرف معاهم. يا ريت اعرف حتى لو طلعت مجرم. لا لا يا غريب، لو كل الناس في الدنيا دي ناقصه وعايبه انت لا، وهيبان انك راجل وقيمه ومركز. والايام بينا يا غريب. لكن ايه ده؟ ايه اللي انا عملته في النقطة ده؟ ليه كنت عصبية ومنفعلة قوي كده؟ كل ده عشان اللي عمله نعمان؟ امال ايه السبب يا انوار؟ ايه السبب؟ سيف معقولة؟ انت مش متعود تصحى بدري يعني يا استاذ؟ انا ما نمتش يا حسن. والحباية ما نفعتش.
يعني عايز غير؟ لا لا انا مش عاوز حاجه، انا عاوزك تيجي معايا. اجمعك فين؟ انا لسه جاي من مصر دلوقتي. هترجع تاني معايا يا حسن؟ لا انا ورايا مواعيد كتير وعندي شغل. خلاص يبقى انزل. استنى بس، فهمني عايز تنزل ليه؟ انت قريت الجورنال؟ جورنال؟ يبقى ايه؟ يبقى ما قريتوش. في ايه جورنال؟ وريني يا حسن في ايه؟ وريني. مش عايزك تنفعل، عايزك تاخد المسألة كده بشكل عقلاني وتحسبها كويس قوي. عقلاني؟ دول عاملين اكتتاب عشان يدخلوني مصحة يا حسن. ما يقدروش يدخلوك، بس أنا لا يا حسن، هو ده اللي هي عاوزاه، يا إما تدخلني مصحة يا إما الطلاق، مش هو ده اللي عاوزاه؟ لكن أنا لا لا، أنا مش هنفعل، مش هحرق دمي ولا هحرق ورق ولا هخبط دماغي في الحيط ولا هعمل حاجه خالص. ده كلام جميل ومظبوط، يا ريتك بقى تطلقها وتستريح. ايه لسه هتعاند؟ تعرف يا دكتور حسن، يوم ما جيتولي البيت ولقيتوني بحرق ورقي كنت خلاص ناوي اطلقها، لكن دلوقتي لا، في حاجه هدافع عنها. هتدافع عن ايه يا سيف؟ هتدافع عن ايه؟ مش هتوصل معاها لاي نتيجه. هدافع عن غريب يا حسن. نهاية ولا دي بداية؟ قوليلي يا دنيا يا مرايا. نهاية ولا دي بداية؟ قوليلي يا دنيا يا مرايا. مين في البشر زي القطر ما سنتصر وكل يوم له حكايه؟